الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الا ما يريد. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في شرح الطحاويه: لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد. عندما تجد صفه او خبرا عن الله جل في علا وصدر الباب بلا او بما، اذا هذه الصفات هي الصفات المنفيه. الصفات المنفيه هي الصفات السلبية، والصفات المنفية أو الصفات السلبية هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه في كتابه، أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو أجمعت الأمة على نفيها عن الله جل في علاه. قال: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد، هناك أداب لابد أن نتكلم عنها عند الكلام على الصفات السلبية أو الصفات المنفية عن الله جل في علاه. هناك أداب، أداب أهل السنة والجماعة، أنه عند الكلام على هذه الصفات السلبية نفيها يكون إجمالا لا يكون تفصيلا، نفيها يكون إجمالا لا يكون تفصيلا، أدب مع الله جل في علاه. نعم، وشوف وإذا مردت فهو يشفين، لا، نفيها يكون فيها الأدب في الإجمال في هذا الباب لا تفصيل، إلا في حالة المناظرة أو في حالة إظهار الكمالات. الثاني، عند النفي لا يكون نفيا محضا، لأن النفي المحض ليس كمالا، والله يتصف بالكمال، فلابد من إثبات كمال الضد، فلابد من إثبات كمال الضد. وأيضا الثالثة، لابد من التنصيص عليه، لابد من التنصيص عليه. وفي قول لا يفنى ولا يبيد، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وجل في علاه، حياته أزلية أبدية. أنزل لك، لا ما صح، هذا ليس من الأدب. أنزل لك، أنزل لك والله، ربنا يوسع عليك بالله، ما تأمرني بأي شيء لكم الدعاء، تأمرني وأنا راه مشاء تدلل وربي مش يلا، السلام عليكم. الله عني خير. قال: لا يفنى ولا يبيد. لا يفنى ولا يبيد، هذه من صفات النفس كما قلنا، أصلها قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. فنقول: لا يفنى ولا يبيد، أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه جل في علاه، والباقي وأيضا الكل يفنى ويبقى الله جل في علاه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الله تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لذلك أنت تقول بأولية الله جل في علاه وآخرية الله جل في علاه، وهذا مقتضى قول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر. قال: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد إلا ما، طبعا احنا قلنا هذه من الأداب، إثبات كمال الضد، أثبتنا حياة الله جل في علاه وقيوميات كمال حياة الله جل في علاه وكمال قيوميته وقدراته سبحانه جل في علاه. قال: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، هذه معناها أن الله جل في علاه له إرادة، ولا يكون في الكون إلا ما أراده الله جل في علاه. حقا أنك لو نظرت ستجد بالنسبة للكلام على الإرادة في هذا الباب، هو عندك ثلاث فرق، كما ترى في كل حال ستجد ثلاث فرق، طرفي نقيض، أعور يمنى أعور يسرى، وفي الوسط بعينين جميلتين، أهل السنة والجماعة. بالعين العورة الأولى، الأعور الأول الذي يمحض الشر، والأعور الآخر الذي يمحض القدر. هذا معه بعض الحق، وهذا معه بعض الحق، وأما أهل السنة والجماعة الحق كله معه، فيجمع بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فمن محض القدر الكوني الجبرية، وهؤلاء أسوأ الناس في هذا الباب، وهم الأشاعرة. تعلموا أين التقارب بين أهل السنة والأشاعرة. ومن يمحض الشرع هم المعتزلة، هم من أضل خلق الله جل في علاه. الأولون اتهموا الله بالظلم ونفوا أي حركة وأي مشيئة وأي إرادة للعبد، يقولون العبد في حقيقة أمري أنه كالريشة في مهب الريح، ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك أن تبتل بالماء، إياك أن تبتل بالماء. ولما يقول خبيث محامي إبليس المريسي، عندما قال في قول الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، قال: أقول أنت منعتني، أعوذ بالله. ولذلك هم يرون إيمان إبليس كإيمان جبريل، كل يحقق إرادة الله منه،
رأيت أسوأ البشر وأسوأ الفكر وأسوأ الاعتقاد في هذا الباب. والآخرون على ضلال أيضا لا يفرح بهم، محض الشرع، فجعلوا في الكون ما لا يريده الرب جل في علاه، جعلوا في الكون ما لا يريده ولا شاء. ولذلك أمثال هؤلاء من أخبث خلق الله، أمثال هؤلاء مثل ما وقف رجل على حلقة عمرو بن عبيد قال إني قدمت بلدكم هذا وإن ناقتي سرقت فادعوا الله لي أن يردها علي. فقال عمرو يا هؤلاء ادعوا الله لهذا الذي لم يرد الله أن تصرف ناقته. شبهه يفعل في كون ما لا يريد، أعوذ بالله. كيف يكون ربا إن كان عاجزا؟ كيف يكون ربا إن فعل في كون ما لا يريد؟ أعوذ بالله. فسرقت أن ترد عليه. فقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائكم. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد أن ترد ولا ترد. ما انتهى الموضوع لا، ما هو ليس برب. ومن العجيب أن قدري قال المجوسي أسلم، فقال المجوسي حين يريد الله. فقال القدري المعتزلي الله يريد والشيطان لا يريد. فقال المجوسي أراد الشيطان، أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. فيلهو الكفر في هذا الباب. فالحاصل هؤلاء على ضلال وهؤلاء على ضلال، وأهل السنة الجماعة جمعوا بين العينين الجميلتين، قالوا بالإرادة الكونية وقالوا بالإرادة الشرعية. قالوا الإرادة الكونية هي المشيئة، فلا يكون في الكون إلا ما شاء الله جل في علاه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقالوا أيضا بالإرادة الشرعية وهي المحبة، ولم يخلطوا بينهما. هناك ثلاث مباحث في مسألة الإرادة لأنها مهمة جدا، سأبين مبحثا منها ومبحثين إن شاء الله يرجعان إلى الدرس القادم. الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الجمع بينهما هو اعتقاد أهل السنة الجماعة، وأن للرب إرادة مشيئة، وأن العبد مشيئة، وأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، لكنها موجودة، وأن الله خلق أفعال العباد، فأفعال العباد تنسب لله خلقا وإيجادا، وتنسب للعبد فعلا واكتسابا، وتمييز بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية فهي عامة في كل ما يحبه الله وما لا يحبه الله. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، مع أنه قدر عليهم الكفر. يبقى هي عامة في كل ما يحب الله وما لا يحب الله جل في علاه. فيما يحب الله وقدر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وفيما لا يحبه الله جل في علاه وقضينا إليه أن ذلك الأمر في سورة الحج. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. جاءت الآية خلاص، جاءت الحمد لله والشكر لله. جاءت الحمد لله. فهذا لا يحبه الله جل في علاه، هذا لا يحب الله جل في علاه، لكن قضاء. وقضينا ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وأيضا في قوله جل في علاه فقضاهن سبع سماوات، هذا قضاء كونه. فيما يحب ما لا يحب، وفيما لا يحب أيضا في قوله جل في علاه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فتقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا أخذنا بالقراءة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول. فهذا فيما لا يحب الله وفيما يحب الله. والقضاء الكوني يقع لا محالة، القضاء الكوني يقع لا محالة. إن يريدك الله بضر فلا كاشف له، ويدك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال فلا راد لفضله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا الضابط الثاني للإرادة الكونية بأنها تقع لا محالة. إذا الضابط الأول أنها عامة، الضابط الثاني أنها تقع لا محالة، لا ترد. مشيئة الله على واقع، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن.
كما قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال نوح عليه السلام: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم، هو ربكم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. وقال ما يدل فلا هادي له. اللهم أمين، جزاكم الله خير. إذن هذه دلالة واضحة جدا على ضابط الإرادة الكونية التي هي المشيئة. والإرادة الشرعية هي المحبة، ضابطها أنها تقع فيما يحب الله خاصة، فيما يحب الله خاصة، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا يحب الله جل وعلا، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. كل هذا يحب الله جل وعلا. أقم الصلاة لذكري، هذا يحب الله جل وعلا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلف الليل، هذا على أساس أن هذا يعتبر أراده الله فأمر به، فيكون ضابطها فيما يحب الله فقط خاصة. والضابط مهم جدا، وهو أنها قد تقع وقد لا تقع، بأنها قد تقع وقد لا تقع، وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. يبقى المبحث قبل الكلام عن المباحث الثلاثة، التي المبحثين بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، أنها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد يجتمع يتفقان ويفترقان. الإرادة الشرعية والإرادة الكونية يتفقان في إيمان المؤمن، يتفقان في إيمان المؤمن. إن الله أرسل الرسل بالبشارة والنذارة، فأرادهم للإيمان وأمرهم بذلك، فمن آمن فقد وافقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فإيمان أبي بكر اتفقت فيه الإرادتان، كفر الكافر افترقت فيه الإرادتان، تحكمت فيه الإرادة الكونية، لأن الله لا يرضى الكفر، كما قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قال: ولا يرضى لعباده الكفر. هذا وجه الشهادة الذي أريده، الآية قبلها: ولا يرضى لعباده الكفر. قال الله تعالى: إن تشكروا يرضه لكم، إن تكفروا فإن الله يرضى لعباده الكفر، إن تشكروا يرضه لكم. قال الله تعالى في الشهادة: ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر. فالإرادة الشرعية هنا فارقت الإرادة الكونية، لكنه ككفر أبي لهب، كفر أبي لهب وافق الإرادة الكونية للإرادة الشرعية، سرقت الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية، لأن الله أمر نبيه أن يجمعهم جميعا. قال: يا عم سلني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله من شيء. وجمع جميعا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادي الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. سلف ذكرنا بالآية، جزاك الله خيرا، هذا الصحيح. والأبرار أيضا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضى لكم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن افتراق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في كفر الكافر. كفر المؤمن لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية، يعني كفر أبي بكر لا إرادة كونية ولا شرعية، إيمان أبي لهب إرادة شرعية لا إرادة كونية، إرادة شرعية لا إرادة كونية. يبقى لنا بأن الإرادة الكونية الأصل فيها البحث عن مقاصد الشريعة وتحقيق المقاصد بتحقيق المصلحة العامة. نظر على الكلام هذا يحب الله ولا يحب الله، لأنه الله يرضي في كوني ما لا يحبه، فإن سأل السائل ولما قلنا للعاقبة. وهذه أصلها سيأتي تفصيلها إن شاء الله في الدرس القادم. أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت سمعه الذي يسمع به. قال الله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، يده التي قال ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. شو انظروا هنا، يكره الموت وأكره، أو أكره مع أني قضيته، وأكره مساءته مع أني قضيته. لما بعد ذلك من الأثر الطيب، وهو جوار رب العالمين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نقف عند هذه الجزئية في قوله وقال: ولا يكون إلا ما يريد. وهذا إن شاء الله نفصله في المباحث الثلاثة التي تتعلق بالإرادة الكونية الشرعية إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أي أسئلة فضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.